يرحمه ويغفر له ويحسن له ويصبره. مستنية ايه؟ مش واجب نروح نعزيه؟ يا منى احنا عزينا امه وعملنا الواجب وزيادة. نكبر بخاطره بكلمتين وبعد كده نمشي على طول. منى باقي في حياتك؟ حياتك الباقية معلش الفراق صعب. تعودت عليه. أبويا مش أول حد يسيبني. غصب عني والله مش بإيدي. يا منى أمك بتندع عليك روح لها. طب اطلع لخالتي وأنا همشي. ما تقعدش هنا لوحدك. بقية في حياتك يا صالح. حياتك الباقية يا أم. مش كفاية كده؟ لو أنتِ متأخرة روحي وأنا هاجي وراكي. يا بنتي قعدتك كده ما تنفعش. اللي رايح واللي جاي هيلسن عليكي. الناس كده كده بتلسن. هو مين سايب حد في حاله؟ استغفر الله العظيم يا رب. أمك عندها حق. سمعتي؟ قومي. الدربكة اللي عندي في الشغل ما كنت سبتك لحظة. أنا عارفة طبعاً يا إبراهيم. ماشي إن شاء الله تخلص على خير النهاردة ونحتفل بالليل كلنا سوا. إن شاء الله. عايزين حاجة؟ كتر خيرك. السلام عليكم. حليتك تاني. السلام عليكم. أستاذ زكريا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طب مش هتقول أي حاجة طيب؟ اتفضل يا استاذ زكريا اتفضل. اهلا يا استاذ زكريا اتفضل. الله يزيد فضلك. الله يزيد فضلك. ازيك يا سيد؟ الحمد لله. وحشتني. الحمد انا لقيت نفسي فاضي فقلت اجي اشم هوا اسكندريه. معقول؟ ده مشوار كبير قوي عليك. ما انت عندكم كورنيش هناك. ما انا قلت بالمره بقى اوصلك الجلسه بتاعت النهارده. انت عرفت منين؟ رحت المطعم كلت هناك. كلمت مع دلال. ما كانش المفروض والله يعني تتعب نفسك يا استاذ زكريا. انا كنت هاخد اي تاكسي وخلاص. قلت تروحي مع حد تعرفيه اكيد يبقى احسن من حد ما تعرفيهوش. بسم الله افطر معانا. اتفضل بالف هنا اتفضل. شكرا شكرا يا استاذ زوري. معلش جيت لك على غفلة. لا لا ولا حاجه اتفضل منور الدنيا اتفضل. ازيك يا فروح؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش